من هول المستحيل بعدما كان حلما وأوراقا تطير مع الرياح، ها هو الآن واقعا ملموسا، وتلك الأوراق التي طارت أدراج الرياح تعود إلى ذات اليد. وبعد انتظار طويل ها هو نادي يبعث يدشن أول ظهور له بعد إشهاره والاعتراف رسميا به من قبل وزارة الشباب والرياضة في مباراة ودية جمعته بشقيقه نادي المكلا على ملعب بصاع بمديرية يبعث بمحافظة حضرموت. نرحب بكم في هذا العرس الكروي الجميل الذي شهد مديريتنا والذي كان حلم كل لاعب وكل شاب وكل حاذق وكل متعلم وكل جاهل، وهذا لم يأتي إلا بجهود يعني شبابها وعقالها ومسؤولينها وتكاتفهم وتلاحمهم إلى أن وصلنا إلى هذه المرحلة. علما أن الرياضة عندنا من أيام السبعينات، بل أن فريق يبعث لعب مع فريق التضامن في السبعينات أو في الثمانينات وكانت النتيجة طيبة. وكان جمهور نادي يبعث هو العلامة الفارقة بأهازيجه الحماسية، وكانت الفعالية انعكاسا لقدرة أهالي المديرية على الإصرار على تحقيق الحلم المنشود والسعي الحثيث لتحقيقه حتى أصبح حقيقة ظاهرة للعيان. وعمت الفرحة عموم المديرية بهذا الحدث الفريد من نوعه، وارتسمت البسمة في شفاه الجميع بنجاح الحدث المنشود. إن إشهار نادي يبعث هو كان حلم بعيد المدى وقد طال انتظاره، ولكننا نحن الآن مع الإصرار ومع العزيمة يصبح الحلم حقيقة ويصبح البعيد قريب، وما يقولون لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. فأنا الأمين العام للجنة التحضيرية، نحن على مدى 3 سنوات ونحن عكفنا على الحصول على هذا الاعتراف المؤقت الذي وليد اليوم وليد اللحظة، ولكن نتفاخر به كثيرا. فأوصلنا الملف إلى جمعنا الملف وأوصلنا إلى مدير مكتب شباب الرياضة بالمحافظة، ثم بدوره قام برفعه إلى الوزارة في عدن، مشكور نائب الوزير نائب البكري واعتراف المؤقت. ثم فالجهد كل الجهد للجنة التحضيرية التي بذلت كثير من الجهد، والشكر كل الشكر أيضا لإدارة مكتب الشباب الرياضة بالمحافظة مثالة بحسن صالح مسجد أبو حسام مدير مكتب شباب الرياضة، وأيضا السلطة المحلية بمديرية يبعث على هذا الجهود المبذولة. وشارك في هذا الحدث مسؤولين في السلطة المحلية وبعض المعنيين بشؤون الرياضة وجمع غفير من الشباب، وتمخض عن الحدث ولادة نادي يبعث الرياضي الذي أبدى قدرة كبيرة على تحقيق النجاح والكفاءة العالية في اللعب. عماد العامري لقناة سهيل الفضائية من يبعث.